السلام عليكم، شوبير دي زاد. رانا بان يكون لينا باش نتكلموا على المقابلات دائما في الدور الاوروبي. مقابله اللي كانت مقابله استعراضيه من طرف بايرن ميونخ. نعرفوا لي زالمو اللعب تاعهم، الصرامه تاعهم في الميدان، ينجم يماركي لك 10، يماركي لك 10، يماركي لك 20، يماركي لك 20، ما يحوش يفهم، ما يحوش المقابله تمشي، يحوس كيفاش يفوز عليك. يطبقوا خطه علميه، علميا هما لي زالمو، علميا لي زالمو يخدموا علميا، ما عندهمش فريق كبير فريق صغير فريق من لا، يقلبك يحلك يحط لك قلبك على جهه، كلش يحطوا لك على جهه، يعاود يخدمك كاع من جديد. احنا شفنا كيفاش كانت المقابله قدام امام بيسكتاش، هذه 5-0. مقابله كانت من جهه واحده، بعض لقطات الفريق الفريق بيسكتاش هذا اللي شفنا ما دار ولا فرصه، ما خلاوش يدير اي فرصه، ما خلاوش يلعب كيفاش، خاصة وين المقابلة راحت الفريق بيكستاش هذا، راحت له من خرج لهم واحد بالحمراء. شنا خدت انا ما نكذبش عليكم، تفرجت ربع ساعة بريمير ميطو، ربع ساعة دوزيام ميطو، شت المقابلة دوزيام ميطو شوية الفريق راحت له شوية. خدنا شنا كيفاش سيطروا عليهم، استغلوا ذوك النقص العددي، بايرن ميونخ استغلت النقص العددي، استغلت. هذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم. حنا ديبوا هنايا بطولة تاعنا، تخرج ربعة من لادفيرسال ما يديروا والو، هذاك اللي خرجوا له ربعة يربح، خاطش علاه؟ ما يخموش ناس، كاين مدربين ما يخموش، على الله يلعبوا صعيب. على هذيك شنا حنايا كيفاش اليوم شنا بايرن ميونخ كيفاش سيطرت سيطرة، خاصة في الشوط الثاني وين استغلت طرد اللاعب في الشوط الاول. خاطر شنا بريمير ميتو 1-0 و 1-0، شنا دوزيام ميتو كيفاش ماركاو ربعه. يعني هنا المدرب عرف كيفاش يستغل النقص العددي، عرف الثغره وين راهي. شنا كيفاش استغلوا لي زالمو هذو هما، والله لي زالمو هذو هما شنا ما تسامحوش، ما خلاو ولا فرصه للفريق، ما خلاو لادفيرسير، ما خلاو لهم ولا فرصه. هذه هي اللي باغي يلعب، اللي باغي يتقدم، اللي باغي يزيد، اللي باغي يزيد يقدم في هذه الادوار، خاصه كوب دوروب مشهوره من بكري. فرق هذو هما فرق كبيره، اللي كبير كبير والكبير يقدم، هذه هي اللي كبير كبير والكبير يقدم. حنايا شلنا مقابله من جهه واحده وهي بايرن ميونخ اللي سيطرت على كل الخطوط، خاصه بعد طرد، كانت النتيجه كانت بريمير ميتو شلنا 1-0، خاصه بعد طرد اللاعب تاع لادفيرسير تاع بايرن ميونخ. فماك كانت كيما يقول لك نقطه تحول في المقابله هذه هي. وحنا المهم ندو عليهم الامثله وندو عليهم تحاليل شابين، ندو هذه الشخصيه تاع اللاعبين فوق الميدان ما يتسامحوش، هذه هي اللي ظالمو، هذو هما اللي ظالمو الماكينات، هذو هما. وربي يحفظكم، وغدوا ان شاء الله نشوفوا فانيك مقابلات شابين ان شاء الله بربي، وربي يحفظكم صحيتكم.